السلام عليكم اخوان الاخوات، مرحبا بكم معنا جديد في قناتكم اجو استفدوا، قناه المعلومه البناءه، دائما في اطار نشر معلومه ومساعده الاخرين. نسال الله السلامه والعافيه ومغفره الذنوب ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان يرفع عنا الله هذا البلاء وهذا الوباء، وان ترجع الحياه الى عادتها والمياه الى مجاريها. اول شيء كنعتذر من الناس ديال غابه، وكنعتذر من الناس ديال كازابلانكا، والفيديو هذا الفيديو فيه بزاف ما يتقال، ونتمنى يعني الناس اللي تكمل الفيديو حتى الاخر باش تفهم اش واقع كامل واش طاري في هذا الفيلم اللي احنا فيه دابا. بون بالنسبه لواحد القضيه خصك تعرفوا بعدا، اول حاجه اننا حاليا في الكونفينمون او بيان لو ريكونفينمون اللي طرا دابا، بكوني انا كنتواجد وكنتمي الى الدار البيضاء، يعني منطقه الدار البيضاء، الدروه، مديونه، بن سليمان، المحمديه، يعني كاع هادو كينتموا الى الدار البيضاء. يعني حنا في الريكونفينمون اللي طاح نهار الحد يعني مع 9 الليل، وهذا اللي يعني كاع المدن اللي دابا ولات كثره، دابا كلشي كيسد مع 8 وكلشي خضع لدوك الاجراءات الصارمه اللي دارتها الدوله. هذا من جهه، من جهه اخرى بالنسبه للناس ديال غابه، بالنسبه للناس ديال غابه ولا كانوا متابعين ديالي هنايا حاضرين معايا ما يبخلوش علينا بالتعليقات، ان لا بريز دي رونديفو، لا بريز دي رونديفو اللي كانت في رابه هي عباره عن واحد اون اكسبتاسيون اللي كتجينا افيك ان كود اللي ماشي انا كنجيبو بيان سور، اللي كنا نتعاملوا مع ناس اللي كنحاولوا نكتبوا لهم دي زيماي اكسيتيرا، وكيعطونا دي اكسبتاسيون باش كوم كوا نعطيهم لو كليون باش يمشي ياخذ لو رونديفو ديالو. الوغ الناس بزاف خداو لي رونديفو ديالهم بهاد لي اكسبتاسيون، هما معانا هنايا في القناه متابعين ديالي، لان طرا واحد المشكل مع واحد يعني بعض الناس اللي كنعتذروا منهم من هنايا، وحبسوا ما بقاوش ياخذوا لي اكسبتاسيون. دابا باش تعرفوا ماشي غير الرباط، كلشي المغرب حبس دابا، ما بقاش المواعيد كما كنبغى يكون الموعد ما كاينش دابا. اللي قال لكم كاين شي موعد دابا صافي سيفيني، البارح حبسنا كازا، حبست الرباط، حبس كلشي، لي رونديفو كلشي ولا في البالاس. دابا هما اصلا هاد القنصليه ديال اسبانيا علاش دايره البالاس؟ البالاس شنو هي البالاس باش تفهموها الناس؟ شنو هي البالاس؟ البالاس هي واحد الشركه، هي واحد الملحقه اللي كتكلف القنصليه غير بالمواعيد، لو بروغرام ديال لي بريز دي رونديفو، سواء شنغن، سواء فيزا ناسيونال، سواء يعني نامبورت كيل يعني تيب دو فيزا، هي اللي كتكلف بها. الوغ دابا القنصليه ما يمكنش هي مكلفه القنصليه كتبدا تعطيك يعني المواعيد، لا رجعوا كلشي للبالاس، دابا البالون كلشي للبالاس، يعني هذا هو السبب الحقيقي اللي دابا علاش ولا كلشي للبالاس. بالنسبه للناس الرباط بيان سور حنا السيت مبلوكي، السيت محبوس في المغرب كامل، يعني ما كاينش مواعيد، السيت مبلوكي، يعني ما كاينش كيفاش تاخذ موعد. داروا واحد لا سوليسيون ديال لاكسبتاسيون، يعني عطاوك واحد الكود ديالك غراس على الفافورابلي اللي عندك، سواء ايتيود سواء تجمع سواء هذاك، وكدير الباسبور وكتسكاني الباسبور تسكاني الفافورابلي وكتكتب لهم واحد الايميل وكيجاوبوك هما بواحد الكود باش انت تقدر تمشي تاخذ موعد. ولكن الناس خدات، ولكن مؤخرا ما بقاوش باغيين يعطيوهم هذاك الشيء، راكم ما كانش خارج من عندهم، يعني ما غاديش تسبوني انا ندير هذا الفيديو هنايا، يعني باش تعرفوا هذا الشيء وتعرفوا الحقيقه شنو كاين. حنا يعني قناه اجيو استفدوا ديما قناه المصداقيه، وراه الناس واخا مشاو ما خدوش مواعيد راه ردينا لهم الامانه ديالهم وردينا لهم فلوسهم وطلبنا منهم الاعتذار، وهما راه معانا هنايا وراه غادي يشوفوا فينا باش يعرفوا يعني كيفاش شنو كاين. وفي الاخر غادي نقول لكم الخلاصه، هذا من جهه، يعني هذا هو المشكل ديال الرباط. الرباط ما بقاوش يعطيو المواعيد ديك لاكس، صافي حبسوا كانوا يعطيو، دابا حبسوا ولاو يديروا مبررات اخرين بلا ما ندخلوا في التفاصيل. المهم ما بقاوش يعطيو لاكسبت بلاكسبتاسيون المواعيد، ولا دابا يعني كلشي ولا بالسيت. دابا راهم باغيين يحلوا السيت، واش في الاخر ديال هذا الشهر ولا الاخر ديال الشهر الجاي غادي يتحل السيت، غادي ترجع الخدمه للسيت. وما ادراك ما السيت، السيت صعيب باش تاخذ موعد الا ما كانش عندك نيت، كيحل لك مره في الشهر خمسة دقائق، يعني يلا كتشد موعد ولا جوج، يعني راه صعيب بزاف. هذا من جهه، هذا بالنسبه للناس الرباط. بالنسبه للناس دار البيضاء، الناس دار البيضاء تو لي رونديفو سون انولي، وقال لك انون بلي، يعني كاين دابا لاكسي لا بريز دي رونديفو، سوف كو لو سيت بي ال اس ما بقاش، صافي انولو كلشي ما بقاش اسيدي، قال لك ما بقيناش نقبلوا حنايا المواعيد اكوز ديال لو كونفينمون اللي طاح، اكوز ديال هاد الكونفينمون اللي رانا فيه، تو لي رونديفو سون انولي. شنو بغيت انا اش غندير؟ نضرب مع كورونا؟
اللي عليا واخا ما غير حنايا يعني ادينا المهام ديال هذا الشيء وكل شيء وما لقري داك الشيء ردي كنردوا فلوس دابا الناس يعني كان يعني واخا ما كنخسروش مع الناس ديالنا وراهم عارفين المتابعين ديالنا راه ما كنخسروش معهم كنردوا لهم الامانه ديالو ويعني وباش نقول لهم باش يكونوا ساتيسفي كاين الناس اللي متفاهمه قالت لك خليتيه يفتح السيد راه هذيك هي لا سوليسيون راه ما عندكش راه واخا رد لك الفلوس كان ما كانش كيفاش تاخذ موعد ما كانش تاخذ كيفاش تاخذ موعد من غير السيد دابا السيد فوق شي حل الله اعلم واش الاخر ديال هذا الشهر لا الشهر الجاي المهم راه ضروري والناس اللي غتقيدك في السيد اللي غتشد لك بالسيت راه خصك ديجا تكون صيفط لها الباسبور القبول وتكون بروغراميها يعني تكون بروغراميها لان تشد لك يعني الا عولتي حتى يتحل السيت راه ما غاديش تلقى بلاصه والله ما تلقى بلاصه راه سون ساتيو غير المغرب كامل كيتسنى السيت وكيحلوا مره في الشهر وفكر انت فين غتلقى بلاصتك يعني باش تعرف شنو واقع نيشان بالتفاصيل لي رونديفو سون طاني لي الوغ ردينا المسائل الناس هذا هو اللي علينا باش تبقى قناه ماجوج تستافدوا دائما قناه المصداقيه بون علاش حنا دخلنا في هذا الشيء نقول لكم علاش دخلنا في هذا الشيء حنا بكوني انا او كوني يعني الزملاء ديالي اللي كنخدموا في هذا الشيء ديال تسكي فيزا ايميغراسيون يا عزيز حنا ما عندناش بيان سور كو ما عندناش بزاف ديال كما يقول لك لي فويت ولا اللي كان خدام شي خدمه راه حبسوه بكورونا بلا سي ان اس اس كاين سدو التوريست ما كاينش لي دوسي اللي كيتخدموا دابا يعني ما كاينش تغارات باش تخدم يعني الناس دابا ديال الفيزا ما كاينين فاش يخدموا سدي الحدود لي شينغن هي اللي كان فيها الماكله ما كاينش دابا فاش تخدم لا توريست لا فيزيت فاميليا لا فيزيت فاميليا لا لي كونجوان لا كلشي ما سدو ما كاينش المواعيد كاينش المواعيد الوغ السيت مبلوكي حبسوا لي زاكسبتاسيون اللي كيعطوك باش تاخذ موعد حبسوا لي زيمايل اوكي غادي ديروا تاخذوا موعد يلاه الناس اللي كتقول لك كذا وكذا انا نقول لك غادي ديروا تاخذوا موعد نتوما اولى بهذا الشيء راه عندكم نتوما وثائق اللي كتدل على انكم عندكم لاكسيت باش تخدموا عندكم لو دووا باش تاخذوا موعد عندك ان فافورابلي ولا عندك انا اكسبتاسيون اسبان وعندك يعني القبول عندك المسائل القانونيه علاش ما تاخذش موعد اللي هو لو رونديفو اللي هو لو رونديفو كتجي عند اجي نستافدو كيجيب لك رونديفو اييه مرحبا انت مادام كتجي عند اجي نستافدو باش يجيب لك رونديفو يعني انت كتطلب واحد المساعده مني نورمالمون بلا بيا انا خصك تمشي تاخذ رونديفو بلا ما تجي عندي انا هذاك سي تان دووا ديالك اللي خصك تهضر عليه ماشي انا اللي غنجيبو لك الحد يؤخذ ولا يعطى ماشي انا اللي غادي نجيب لك لي رونديفو ديالك اي انا غادي نتساعد معاك بشتى الطرق كيما تحاسبش معايا لان ماشي انا هو ماشي انا هو لا 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 البيليس ولا انا هو القنصليه ولا لا انا العيب والعار الا ديتك شي ريال انا العيب والعار الا ديتك شي ريال اما انا كنتساعد معاك انا كنتساعد معاك كنتساعد معاك بيان سور غتخلصني على السيرفيس ديالي الا ما قضيتك السيرفيس راه نرد لك فلوسك بصح طاح غير كونفينمون ولا جات كورونا ولا هما سدو اصلا غيانا فواغ معايا انايا ماشي انا اللي غتهضر معايا على حقك ولا انا اللي غادي نقاد كاتش انا ما غنقاد لك والو انا كنتعاون معاك اي مرحبا الا بغيتي تقاد سير قاد انت اخويا اي ورينا حنيتي يديك ما كرهناش شي واحد يهضر على هذا الشيء انا ما كرهتش شي واحد يهضر ويقول لهم لا علاش حنا عندنا مواعيد وعندنا فافورابلي عندنا داك الشيء علاش ما عندناش مواعيد غير شرحوا لنا ما بغينا نديروا لا غوات لا شرحوا لنا علاش حنايا علاش ما كاين لاكسي للمواعيد بون هذا من جهه هاد الفيديو درته توضيحي باش الناس تعرف لي كل دي حق حقها والعيب والعار هما معانا هنا الناس وخا تبارك الله عليهم ما شاء الله ما خلاو ما قالوا ولكن سون ساتيسفي ردينا لهم مسائل وبزايد كاع فهمتيني ولكن ما تحملوش مسؤوليه حنايا غير المساعده الموعد ديالكم خصكم تاخذوه غراتوس ولا ما يفوتش 150 درهم 200 درهم بالسيت محلول كتمشي تاخذوه والسيت كيحل لك مره في الشهر كي غادي دير تاخذ هذا الموعد كي غادي دير واخا تكون جن السيده عندها جوج ولادها تشد السيده ولادها يبقاو يتسناو حتى العام الجاي هضروا على حقكم انا راه ما انا غير كنتساعد معاكم ومع احترامي للناس كاملين المتابعين كاملين هذا سي لا سي لا فيغيتي سي لا فيغيتي هذه باش نهضروا نحطوا نيشان كلشي كلشي بان نهضروا نبينوا كلشي اما اللي كيبقى يدخل ويقول لك راه خويا راك ساتيسفي ردينا لك المسائل ديالك اللي علينا درناها معاك واللي هذاك راه درنا معاك الواجب ديالنا المساعده ديالنا راه درناها معاك شي حاجه خويا ها امك سير سير قول علاش كورونا جات ولا قول كونفينمو علاش جا ولا علاش الغو كونفينمو طرا دابا في كازا نهار الحد مع التسعود اللي سير قول لهم علاش درتو ما هادشي راه العالم كامل فيه ورانا حنا كنتحملوا المسؤوليه ديالو كاملين يعني حنا كنحترموا اللوازم الوقائيه هي الكمامه راه عندي
تقول راه ما كاينش كمامه غاده بقى انا راه الدنيا خاويه ما كاين حتى واحد معايا هنا سي بوغ سا انا حيدت الكمامه ها نتوما راه كاين العيد عندنا بعدا بمناسبه هذه هذه الذكرى الحميده عيد المولد النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عيد مبارك سعيد واخا حنايا يعني ما كنحتفلوش بهذا العيد انها بدعه هذاك موضوع اخر هذا الفيديو طولت فيه بزاف ولكن لا اله الا الله محمد رسول الله درنا هذا الفيديو باش نوضحوا شكون هما حنايا اجيو نستافدوا وشكون هما الناس ديال البير وشكون هما الناس ديال القنصليه باش تعرفوا كل واحد اش كيدير باش تعرفوا كل واحد الخدمه ديالو اش كيدير ما تحاولوش تاكيميلو ولا تكوليكتيو ما بيننا وبين حنا اجيو نستافدوا يعني خدمات الفيزا والمواعيد وطلبات الملفات والمساعده عرفتوا شحال من واحد كيدخل يسول راه كتدخل ازيد من 50 واحد في النهار كتسول استشاره قانونيه مجانيه وهما معايا هنا كل نهار كيدخلوا الناس كنتساعدوا معاهم وكنتعاونوا معاهم مجانيا في سبيل الله كنعطيهم استشارات اللي دايره 500 درهم وبيان سور الناس اللي باغا التفاصيل واحد كيقول لك انا باغي نكري شركه برا عطيني التفاصيل واخص خلص الكونسلطاسيون اجي نعطيك التفاصيل انت باغيني ندخل معاك في الكونطابيليتي ندخل معاك في لي كريتير كاملين بزيرو درهم ما يمكنش راه بزاف كاين ديال لي كريتير ندخل معاهم المهم سمحوا لي طولت عليكم الفيديو وانما للتوضيح نتمنى هذا الفيديو يتفرج له الناس بالاول حتى الاخر فيديو اخر غادي نقول لكم كيفاش يعني الوثائق اللي تسالت لكم يعني كيفاش لا ميثود يعني ديروا باش يعني باش يعني هذوك باش ديروا لا تراسابيليتي ديال هذوك الوثائق واخا يكملوا واخا الفافورابل يكمل لكم ديروا اون ريكلاماسيون هادي اللي غادي نقول لكم ديروا اون ريكلاماسيون سواء البي ال سواء القنصليه ولا قدرتوا تمشيو ديوها بيديكم ويطبعوا لكم اكوزي دو ريسبسيون ديروا ريكلاماسيون سيرو عند المترجم اللي ما كيعرفش يدير لكم واحد لا ريكلاماسيون بلا كوم كوانتوما لي رونديفو سون تانيلي اكوز لو ريكونفينمون اللي طاح وانكم بغيتوا تدفعوا ما لقيتوش المواعيد ديروا دي ريكلاماسيون ريغولييغ وتكون اوفيسيال وتبعوا لكم فيها لاكيزي سيروا القنصليه تبعوا لكم فيها ولا سيروا البيان تبعوا لكم فيها ولا ديروا غير دي زيمايل الا جاوبوكم امبريميو دوك لي مايل ولا الا داروا لكم لاكيزي تخليو عندكم ديك لاكيزي خلي حتى نهار يتفتح الموعد ونهار تبغي تمشي تدفع زرع لهم ديك لا ريكلاماسيون في الاول ديالها باش كوم كوا فاش الا قال لك الموعد ولا الفافورابلي ديالكم ف تما غتكون عندك اون تراسابيليتي وغادي تقول لهم اودي انايا هاني راه ديجا لقيت قلب في السيت ما لقيتش موعد ها هو الروبو كيجاوبني وما لقيتش موعد راه هذاك تقادالي وما عنديش الفلوس باش نعاود داك الشيء الورقه ما نمكنليش نعاود نترجم ونعاود ندير ديروا دي بروسيدور اوفيسيال ما تشدوش فيا انايا راه لا راه شادين شدوا في عاود تحاولوا تتعاملوا بقانونيين معاهم مع احتراماتي للناس كامله وانما هذا الفيديو كنوضح فيه شي حوايج لي دغوا ديالكم خصكم ديروها ديروا دي ريكلاماسيون اوفيسيال دي زيمايل يكونوا بالسبانيوليه ما يكونوش بالفرنسي راه الفرنسي ما غاديش يجاوبوكم الفرنسي ما يجاوبكم ديروا بالسبانيوليه سيروا عند مترجم ولا الحاج جوجل تراديكسيون راه غادي يدير لكم داك الشيء واخا جينيرالمون مترجم راه غادي يكون بلي افيكاس وبلي اوفيسيال على جوجل وانما بعدا غتخلوا واحد التراسابيليتي ولا بغيتوا يجاوبوكم 10 15 ايميل حتى 20 ايميل في النهار دي ريكلاماسيون يجاوبوكم ان شاء الله او ميم طون في لا ريكلاماسيون طلبوا الرونديفو ديالكم وما عليا دابا الا كنشكركم بزاف على المتابعه وما تنساوناش دائما بالدعم ديالكم والله يسامح وكنعتذر منكم واشتركوا معنا في القناه اشتركوا معنا وبركوا على زر الجرس ليصلكم دائما الجديد كان معكم اجي نستافدوا لاخذ المواعيد وطلبات الفيزا الى فيديو قادم ان شاء الله مع السلامه